واجهنا المباراة بصعوبات كبيرة. الصعوبة الأولى منافس مميز على مستوى الاستحواذ، واللي هو الأميز بالنسبة لي، هو أفضل منافس يلعب كرة قدم ويحاول يستحوذ بعناصر ممتازة، وأيضا على مستوى خلق الفرص ليس فقط الاستحواذ على الكرة. الصعوبات الأخرى هي الغيابات اللي واجهنا اليوم. نتكلم على ليما مصاب ركبة، نتكلم على روني مصاب، نتكلم على المجمد نوعا ما مجهد، اتكلم على 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 كثير من اللاعبين اللي غير جاهزين لخوض هذه المباراه، وايضا النقص على مستوى المحترفين اللي ما زال بانتظار استخراج فيزم ورقم. لكن اتوقع ان نجحنا بنسبه كبيره في غلق المنافذ على مستوى المنافس، ونجحنا تكتيكيا في اغلاق المناطق اللي يفضل فيها يلعب مدى القادسيه. فهذا الفوز اكيد كردت وتضحيات كبيره بالنسبه حق اللاعبين اللي شاركوا، وايضا اللاعبين اللي لم يشاركوا من خلال التزامهم في التدريبات في الاسبوع الاخير. والله جيده على مستوى التحضير البدني، لكن ايضا نوعا ما كانت صعبه على مستوى اللاعبين اللي راحوا للمنتخب. اكيد كنت محتاج اكبر عدد من اللاعبين اللي ممكن يشاركون اليوم، الفنيني، فواز، الهويدي، مهدي اللي كان غايب بسبب الانذارات. لكن اكيد الشباب اللي موجودين اليوم اللي لعبوا واللي كانوا موجودين في التمارين اعطوني اللي محتاجه في هذه المباراه. اخر المباراه رغم التقدم حافظت على الصبغه الهجوميه بدفع فهد الرشيدي، عكسك في بعض المواقع ان يبقى في حفظ دفاع. كانت الفكره هي ان خلاص نادي القادسيه يلعب بدفاع متقدم لونج بول، ممكن فهد الرشيدي يكون هو الافضل في اخذ اللونج بول الكره الاولى، ومن ثم التحول عن طريق نايف او حتى باترك. كل مدرب لاستراتيجيته وتبديلاته، لازم نرد ايضا من خلال المباراه، لان المدربين يلعبون مباراه اخرى على دكه البدلاء. فاعتقد ان نجحنا من خلال المباراه هذه، واتمنى يستمر هذا النجاح في المباريات القادمه. اكيد اهدي الحبيبتي تيلول وبنتي اليوم عيد ميلادها، والحين ان شاء الله بروح احتفل معها، فكل عام وهي بخير ان شاء الله، وسنة خير وصحة إن شاء الله تكون عليها. مشكور.